قبل ما تفضجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابوني وفلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزل. إخوتي الكرام، أرجو منكم الضغط على الإعجاب بالفيديو فهذا يشجعنا على الاستمرار. شكرا لكم إخوتي. السلام عليكم متابعي قناة ميديا دي زادة. في فقرة إخبارية جديدة نستهلها بالخبر الأول والمتعلق به. إن هناك مغاربة ضد التطبيع، غضب شعبي واسع في المغرب بعد الخيانة، حيث أطلق نشطاء مغاربة وعرب حملة رافضة لإعلان التطبيع رسمي مع الاحتلال الإسرائيلي دقائق بعد الإعلان عنها رسميا من طرف الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب. وعجت مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب بمنشورات الناشطين المغاربة الرافضين لما اعتبروا خيانة وطعنا في الظهر للقضية الفلسطينية، وشدد المغاربة على دعمهم الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني ورفض خطوة نظام المخزن للانفتاح على الاحتلال. وشدد هؤلاء على إلزامية التصدي الشعبي لكل محاولات جعل الاحتلال جسما عاديا في المنطقة على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه، داعين للتصدي شعبيا وجماهيريا لكل القرارات الرسمية الصادرة عن الأنظمة بشأن التطبيع مع الاحتلال. وفي السياق، أعلن رئيس المرصد المغربية لمناهضة التطبيع أحمد وحمان رفض مجموعة العمل الوطنية القاطعة لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاضب، وسارعت فعاليات ونشطاء حقوقية في مجموعة العمل الوطنية المغربية لمساندة كفاح الشعب الفلسطيني إلى عقد اجتماع طارئ مباشرة بعد إعلان الديوان الملكي المغربي عن قرار استئناف الاتصالات الرسمية والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل من أجل اتخاذ موقف موحد من القرار. وأعلن الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب مساء أمس الخميس 10 ديسمبر 2020 موافقة المغرب على تطبيع علاقاته مع الاحتلال الإسرائيلي. وقال ترامب عبر تغريدة نشرها في حسابه بتويتر: اختراق تاريخي آخر، اتفقت إسرائيل والمملكة المغربية على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة. الخبر الموالي إخوة الكرام تعلق بهشام بوداوي لاعب المنتخب الوطني الجزائري، حيث رد الجمعة على الجدل الذي صاحب سفره للأراضي المحتلة بطلب السماح من الجماهير وأنه مجرد لاعب يفكر في مستقبله. وكتب بوداوي على صفحته بموقع فيسبوك: اسمحوا لي، لست المسؤول في فريق نيس، انا مجرد لاعب بالفريق افكر في مستقبلي، متمسك بديني وقلبي مع فلسطين ظالمة او مظلومة. واثر تنقل هشام بوداوي رفقة ناديه نيس الفرنسي الى الكيان الصهيوني موجة انتقاد واسعة. وسافر الاربعاء اللاعب الدولي الجزائري هشام بوداوي مع نيس الفرنسي الى فلسطين المحتلة لمواجهة فريق صهيوني لحساب الجولة الاخيرة من المجموعة الثالثة لكأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. ونشر الأربعاء نادي نيس الفرنسي بيانا على موقعه تضمن القائمة التي سافرت إلى الكيان الصهيوني والتي ورد فيها اسم بوداوي، وخلت من اسمي الجزائريين يوسف عطال والمغترب أمين غويري. والآن إخوة الكرام ننتقل إلى أهم خبر في هذه الفقرة الإخبارية والمتعلق برفض روسيا لقرار ترامب حول الصحراء الغربية، حيث وصفت روسيا الجمعة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإعلان سيادة المغرب عن الصحراء الغربية بالانتهاك الصارخ للقانون الدولي وللوائح التي صوتت عليها واشنطن بمجلس الأمن. ونقلت وسائل إعلام روسية عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف قوله: إن اعتراف واشنطن بسيادة المغرب يعد انتهاكا للقانون الدولي، ووصف القرار بأنه انتهاك للقانون الدولي. هناك قرارات ذات صلة، هناك بعثة أممية لإجراء الاستفتاء في الصحراء الغربية، كل ما فعله الأمريكيون الآن هو قرار من جانب واحد يتجاوز القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي التي صوت الأمريكيون أنفسهم لصالحها. لتؤكد روسيا إخوة الكرام أن الصحراء ليست مغربية وإنما هي صحراء غربية، والحل الوحيد للفصل في هذه القضية هو اللجوء إلى ما تمسكت به الجزائر منذ 43 سنة، ألا وهو تقرير المصير للشعب الصحراوي الشقيق. صفعة أخرى يتلقاها المخزن المغربي، فبعد خيانته العظمى هي عديد الدول تنتفض ضد هذا القرار. أما أنتم إخوة الكرام شاركونا آراءكم في التعليقات. الخبر الموالي تعلق بأن المخزن يعدم الاتحاد المغاربي وحزب العدالة والتنمية بحجر واحد، حيث اطلقت التعليمات حول قرار المخزن المغربي تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي في أن هذه الخطوة تعد آخر مسمار تم دقه في نعش الاتحاد المغاربي، فضلا عن أنه إعدام سياسي لحزب العدالة والحرية الإسلامي الذي يقود الحكومة. وفور إعلان الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته تطبيع المغرب والكيان الصهيوني
لعلاقاتهما رسميا. بدأت تحليلات حول تداعيات القرار على المنطقة المغربية وحتى الداخل المغربي بحكم وجود رفض شعبي واسع للخطوة. وبالنسبة لمستقبل الاتحاد المغربي، كتب الإعلامي عبد الباري عطوان: هذا الاتفاق المغربي الإسرائيلي قد يحقق السلام لتل أبيب ومستوطنيها، ولكنه قد يكون في المقابل مشروع فتنة وربما حروب وعدم استقرار في دول الاتحاد المغربي. وحسب هذه المنطقة ظلت محصنة في وجه الاضطرابات والحروب التي سادت المشرق العربي طوال السنوات العشر الماضية تحت عناوين الديمقراطية وبتخطيط مشاركة من أمريكا والدول الاستعمارية الأوروبية الأخرى. أما صحيفة تونيزي تيليغراف التونسية فكتبت أن ترامب قبل رحيله تعمد صب الزيت في المنطقة المغربية كما أخلط أوراقها. والتقت تعليقات النشطاء والمحللين على أن الاتحاد المغاربي الذي يعيش موتا سريريا منذ سنوات وحتى منذ تأسيسه تكون الخطوة المغربية قد دقت آخر مسمار في نعشه، والسبب في ذلك أن محاولات إحياء الاتحاد بعيدا عن خلافات السياسة بتركيز على إنشاء منطقة تجارية حرة وتفعيل اتفاقية التكامل الاقتصادية بين الدول الأعضاء لم يعد بعد الآن ممكنا أو سهلا بعد اتفاقية التطبيع التي قام بها المخزن. ومن شأن فتح المغرب أسواقه للمنتجات الإسرائيلية وتبادل الزيارات وحتى السياح أن يدفع دول المنطقة المغربية إلى تجديد إجراءات استيراد السلع الوافدة من الرباط للحيلولة دون وصول السلع القادمة من الكيان الصهيوني. من جهة أخرى، جاء ترسيم التطبيع ليؤكد صحة المعلومات المتداولة في الجزائر خلال الأشهر الأخيرة حول وجود مشروع مغربي لإقامة قاعدة عسكرية قرب الحدود بدعم فني من تل أبيب، ستكون مستقبلا قاعدة للتجسس على المنطقة. وعلى الصعيد الداخلي المغربي، يعد قرار التطبيع بمثابة حكم إعدام سياسي صدر بحق حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود الحكومة منذ اندلاع ما يسمى موجة الربيع العربية. وحسب مراقبين فقد جاء القرار مع بداية تحذيرات للانتخابات البرلمانية عام 2021، حيث ستضطر قيادة الحزب الإسلامي إلى تبرير تزكيتها لقرار التطبيع في ظل قيادتها للحكومة بعد أن كانت هذه التشكيلة السياسية ترفع لواء معاداة الاحتلال الإسرائيلي. ويتضمن البرنامج الانتخابي للحزب بنودا واضحة حول رفض أي تطبيع مع الكيان الصهيوني، وأن القضية الفلسطينية مقدسة وعلى رأس أولويات السياسية الخارجية للعدالة والتنمية. ويقول مراقبون أن صمت قيادة حزب العدالة والتنمية حيال التطبيع يعكس حالة غليان داخلية بعد رفض كوادر منه هذه اللطخة السياسية التي أجبرهم المخزن على مضغها. وكتب عبد الرزاق مقري رئيس حركة مجتمع السلم: المبتلى في هذه القضية هو حزب العدالة والتنمية، ما الذي سيفعله؟ ونسأل الله أن يوفقهم للسداد ويعينهم عليها. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.